الحمد لله الحمله الاولى. النهارده الجمعه لمقابر تاج العز محافظه بقاليه، وده حصيله شغل ما الحمد لله، يعني ما كملناش نص ساعه من الحاجات اللي خرجت. والفضل الله اولا واخرا، ربنا يبارك في كل الموجودين والقائمين على هذه الحمله من اهل البلد، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. ده اول شيء، ربنا كرمنا بخروجه، وهو عبارة عن عمل محبة مفحور عليه. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. واضح قدامكم يا جماعة كلكم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفلق قال إيه؟ ومن شر النفاثات في العقد. دي أسحار معقودة، الساحر بيقول العزيمة بتاعته بالتوكيل اللي هو عايزه، وروح نفس فيها بريحه الخبيثة، فربنا ذكرها ومن شر النفاثات في العقد. احنا بنحلها ايه؟ بالقرآن وبننفس عليها. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. شايفين يا جماعه؟ لو تلاحظوا الرابطه بتاعتها، الرابطه بتاعت الحاجه مربوطه ازاي؟ يعني خانقه، تأييد ايده خانقه، تحس ان صاحبها يفضل مخنوق متضايق مش طايق الحياه قدامه. حسبي الله ونعم الوكيل. سحر بملابس لشخص، توكيل، التوكيل والغرض بتاعها وقف حال عن العمل، كرهه للعمل، كل ما يروح يشتغل نفسه تتصدى عن الشغل بتاعه. حسبنا الله ونعم الوكيل. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. باذن الله دي كانت الجمعه الاولى في مقابر تاج العز، والحمد لله يعني ما كملناش نص ساعه، وباذن الله مواصلين للنهايه من بلد لبلد، من قريه لقريه، ما دام عملنا باذن الله خالص لوجه الله، مش ما فيش حاجه هتوقفنا وما فيش حاجه هترجعنا.